صباح الخير مشاهدينا، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج شمس البحرين، لنبدأ معاكم يوم جديد وصباح جديد مليء بالفخر وإنجازات هذا الوطن الغالي. هذه الأيام فرصة نستذكر تاريخنا العريق وقيمنا الراسخة وروح الوحدة التي تجمعنا كشعب واحد. صباح الخير عبير. صباح الخير محمد، وصباح التفاؤل والمحبة مشاهدينا. صباح الأعياد اللي تجمعنا في أجواء من الفرح والسعادة، فخورين أن نكون جزء من هذه اللحظات المميزة، وخلونا ننطلق معاكم بالعناوين. انطلاقتنا اليوم مع فقرة أسرار الألوان، وبالتحديد مع اللون الوردي. عسى أيامكم كلها وردية وأفراح. يعتبر لغة تعبر عن المشاعر والجمال والتفاؤل. الوردي يعد رمزاً للحب والحنان ومصدر إلهام الفنانين والشعراء، وأكيد أحد أفضل الألوان بالنسبة حق عبير. ما في أحد ما يحب تكون أيامه كلها وردية محمد. أكيد. وعلى فكرة اللون الوردي يحمل العديد من المفاجآت، كونه حالة شعورية تلامس الروح وتخلق أجواء من الراحة والإيجابية. نتعرف على الخصائص المميزة للون الوردي وعن الرسائل اللي يحملها محبي هذا اللون من خلال اختيارهم له. اللون الوردي هو لون يتم الحصول عليه من مزج الأحمر والأبيض، حيث يجمع بين طاقة الأحمر ورقة الأبيض، مما يمنحه طابعاً مريحاً وجذاباً. اللون الوردي يعتبر رمزاً للرومانسية والحنان، حيث يعكس مشاعر الحب والود. يعرف بتأثيره المهدئ، مما يساعد في تقليل التوتر والقلق، ويستخدم في تصميم المساحات التي تهدف إلى خلق جو مريح. يرتبط أيضاً بالبراءة والطفولة، مما يجعله شائعاً في غرف الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر اللون الوردي رمزاً للأنوثة والقوة الناعمة، ويعكس التفاؤل والإيجابية، ويحفز اللون الوردي على التواصل الإيجابي، ويعزز المشاعر الاجتماعية الداعمة، حيث يعكس اللون الوردي مشاعر إيجابية تدعو إلى السلام والانسجام. فاللون الوردي يعتبر خياراً رائعاً في مجال الديكور والموضة، حيث يضيف لمسة من الرومانسية والأناقة. في الديكور يمكن استخدامه على الجدران في غرف النوم أو غرف المعيشة، لخلق جو مريح ودافئ مع اختيار درجات مختلفة مثل الوردي الفاتح أو الداكن. كما يمكن دمج الأثاث الوردي مثل الأرائك والكراسي مع الألوان المحايدة لإضفاء لمسة عصرية. الإكسسوارات مثل الوسائد والستائر والسجاد باللون الوردي تعزز من جمال المساحة، بينما توفر المصابيح والثريات الوردية إضاءة دافئة ورومانسية. أما في عالم الموضة، فإن اللون الوردي يعتبر من الألوان الرائجة، حيث يمكن ارتداء فساتين وبلوزات وسراويل باللون الوردي لإضفاء لمسة من الأنوثة. الحقائب والأحذية الوردية تضيف لمسة مميزة، ويمكن تنسيقها مع ألوان أخرى لتجديد المظهر. كما يستخدم اللون الوردي في المكياج، سواء في أحمر الشفاه أو ظلال العيون، لإضفاء لمسة من الحيوية. استخدام الأقمشة الوردية في تصميم الأزياء يضيف لمسة من الفخامة، مما يجعلها مثالية لمناسبات متنوعة.
مشاهدينا أن حب الوطن هو شعور أساسي وعميق يجب أن نغرسه في قلوب أطفالنا منذ الصغر، لأنهم يمثلون مستقبل وعماد الوطن وأمل الغد. فحب الوطن يبتدي من البيت، والأسرة هي البيئة الأولى اللي يتعلم فيها الطفل القيم والمبادئ. أكيد عبير يتعلمها من خلال الحوار والمناقشات اليومية، واللي بالتأكيد تساعدهم على فهم أهمية وطنهم ودورهم في بنائه. وللحديث أكثر عن أهمية الأسرة في غرس حب الوطن في قلوب أطفالنا، يسعدنا تكون معنا اليوم المستشارة النفسية والأسرية الأستاذة خولة محمد البسميط. يا أهلا مرحبا فيك أستاذة خولة. أهلا وسهلا فيكم، صباحكم وردي. الله يطول عمرك. صباح الله بالخير أستاذة خولة، منورتنا اليوم. أستاذة خولة، من أي عمر نبتدي نعرف أطفالنا حب الوطن وغرسه في نفوسهم؟ جميل عبير، احنا لازم نعرف معنى المواطنة في الأول علشان نقدر ننطلق منها ونبحر في معانيها. صحيح. المواطنة معناتها المكان اللي يحتويك، اللي تحبه، اللي ربيت فيه، اللي عشت فيه. المواطنة هي عبارة عن ميثاق، كأنه ميثاق قانوني يكون بين المواطن وبين الفرد، وهذه الميثاق طبعا تحدى حقوق وواجبات لازم احنا كلنا نعرفها. بالإضافة إلى أن مشروع جلالة الملك الإصلاحي طبعا ركز على المواطنة بشكل كبير، وهذه يندرج من خلال النصوص اللي موضوعها في الميثاق وفي الدستور. منظمة اليونسكو اليوم تهتم وتعنى بهذا الأمر، وبالتالي إحدى الأمور والمحاور الثلاثة اللي تنبني عليها هي التعليم والتعايش، بالإضافة إلى المواطنة. اليوم احنا عندنا هؤلاء الصغار اللي يعني هم فرحتنا. اليوم شلون احنا ومتى نبتدي معاهم في زرع المواطنة في قلوبهم؟ اليوم عندنا الطفل من عمر 6 إلى 7 سنوات هنا يبتدي يعي شغلتين احنا ممكن نقولها لهم، اللي هي الانتماء والولاء. في هذه العمر احنا نبتدي نعرف الطفل ان هذه هو وطنك اللي انت ربيت فيه، اللي عشت في ربوعه، الوطن اللي هو يحقق لك الأمان، المكان اللي أنت تسعد فيه بوجود اللي تحبهم اللي موجودين حولك. لولا وجوده إحنا يمكن ما نعرف إحنا وين ممكن نكون. في نفس الوقت أخليه يكون عنده ولاء بطريقة مبسطة بناء على عمره واستيعابه، إلى أنه لأن هذا المكان أنا أحبه فلازم أحافظ عليه. صحيح. فلازم أن أنا أذود عنه. معناته أنا ما أرضى أي أحد يتكلم فيه، ولا لما أنا أسمع عنه حديث مبزين معناته أني أنا أواصل فيه. فيبتدي الطفل هنا يعي، ترى لا، أنا أمي وأبوي بعد قاعدين يحرصون أن هم يتكلمون بكل حب عن وطني، فشلون أنا ممكن أقول شيء مبزين؟ فيكون عنده هذه الوازع الداخلي في هذه العمر، أن أي أحد بيتكلم عن وطني، عن الملك، عن whatever أمور تخص الوطن، أنا لا، لازم أوقف هني وأفكر فيها مليا وأقول لا، المفروض نتكلم بكل حب. جميل جدا. جميل. من خلال هذا الكلام، واحنا ذكرنا من خلال مقدمتنا النقاشات اللي ممكن تكون والسوالف اللي تكون مع هؤلاء الاطفال اللي زرع. نعم. هذه القيم، شنو نوع خلينا نقول النقاشات اللي ممكن تكون بين اولياء الامور وابنائهم في طريقه الحوار، في طريقه النقاش، في نوع النقاش اللي ممكن يزرع هذه القيم في انفس هذه الاطفال؟ احنا طبعا محمد لازم يعني يكون عندنا هذه القناعة أن إحنا من البيت أنت تزرع كل هالقيم، بالإضافة إلى القيم الأساسية اللي هي الصدق، حب الغير، تمني الخير للغير. كل هذه القيم اللي إحنا نعلمها إياها، بعد هناك قيمة عليا إحنا لازم نعلمها عليها. اليوم إحنا عندنا تجمعات أسرية مثلا، في هذه التجمعات ليش مثلا ما نخلي الموضوع بدل ما هو يقول بس مجرد كلام، يكون مثلا تمارين احنا نسويها. اقول حق عيالي باكر راح يكون عندنا اسئله، واللي بيجاوب عليها بيكون له هدايا لطيفه، بحيث ان انا انمي عندهم حب الاطلاع، يروحون يبحثون، انا هذه المعلومه قريتها في المدرسه، اعطوني اياها كماده، بس اليوم ابوي قاعد يحرص عليه يعني لازم اروح اقرا عنها اكثر. اليوم انت لما بتي تتكلم محمد عن رموز وطنك لازم طبعا تعطيهم مقدارهم. صحيح. لانهم من يمثلوننا، هم من يعني يحموننا. صحيح. فلازم نتكلم عليهم بكل حب. اليوم انت عندك نماذج جميله في الوطن قاعده تحقق انتصارات، انجازات، تعطي يعني مودي اسم البحرين عالي، فلازم اذكرها. صحيح. اليوم انت عندك تاريخ محمد، لازم ان انت تحفد عليه عند اطفالك. اليوم انت تمتلك في الوطن الكثير من الاماكن اللي ممكن يزورها، يروح لها وتعلمه. عندنا اليوم متاحف أهلية بالإضافة إلى متحفنا الجميل الوطني. نعم. ممكن أخذ الأطفال في زيارة له وراوي هذه المعونش معناته،
هذه الرسمة شنو تعني، هذه الشيء اللي محطوط شنو مدلولة. فلازم يكون في تطبيق لما يتعلم الطفل في المدارس. يعني هناك دور كبير للأهالي في أنشطة، في فعاليات ممكن أنهم يسوونها يعززون من يعني نعم. في داخلهم حب الوطن. صحيح. يعني مثل ما ذكرتي أستاذة خولة، في بعض يعني نماذج ممكن أنا أعلم عيالي حب الوطن من وهم صغار. يعني مثلا إذا هم طالعين في حديقة معينة أو مكان عام، يعني مثلا لا تقط هذه المكان الوسخ في الشارع عشان البحرين تتم نظيفة. نعم. لا تسوي كذا، لا تقط مثلا الجزاز في الأرض عشان مثلا أخوك أو صديقك أو زميلك ما يتأذى، عشان أخوك البحريني ما يتأذى. أيوة. عشان زميلك ما يتأذى. فأنا أعزز من خلال هذه المواقف الشغلات البسيطة بالضبط حب الوطن في قلوب نفس ما أهالينا علمونا أستاذة خولة. نعم. وإحنا صغار إن هذه البحرين، صور القيادة موجودة عندنا في كل بيت أستاذة خولة. إحنا مجرد نشوف صورهم في كل مكان نحس بالأمان بالفخر. بالضبط مثل ما ذكرت. طيب أستاذة خولة، لو تكلمنا عن أهمية مشاركة الأطفال في الفعاليات المجتمعية. الله. مثل المهرجانات والأعياد الوطنية، شلون بتسقلهم من جانب حب الوطن وقيادة الحكيمة؟ احنا شهر ديسمبر معروف انه هو شهر الاعياد. من يهل علينا ما شاء الله من 1 لغاية 31 الشهر ذي كله اعياد. وين ما تلتفتين وين ما تروحين اليوم مشاركة الجيل الصغير ومن يكبره وهكذا. اليوم انت لما تقول حق الطفلنا انت عندك حفلة، اي حفلة خارجية يستونس ويفرح بيروح يدور الثياب. اليوم أنت هذه عرس وطني. اليوم الأبيض والأحمر تلقاه في كل مكان. صحيح. أصلاً علمنا عبارة عن شنو؟ عبارة عن لون أحمر وأبيض. طبعاً عارف أن الأحمر لون الشهداء، دم الشهداء، والأبيض هو عبارة عن السلام. صحيح. المثلثات اللي موجودة في النص، الخمس مثلثات هذه عبارة عن شنو؟ عبارة عن أركان الإسلام. صحيح. فإذاً اليوم أنا في عقلي اللاواعي مرتبط عندي الأحمر والأبيض بالفرح، بأن أنا أسعد لأن شهر 12 معناته أنا بساهم بشارك. فكل ما يشارك الطفل هذه يزرع في نفسه الأمل، يعطيه كذي الثقة بالنفس، ويعطيه يزيد عنده من مخزون حب الوطن، لأنه بيساهم بجهد، بيساهم بعمل، بيعطيك فكرة، بيحاول أنه هو ينتج شيء معين، فهذه بيكون ولا أروع حق الطفل. جميل. انا يعني شدني قبل شوي يمكن ربطك بين الولاء تحديدا والقيمه العليا للفرد. نعم. وزرعها في الطفل واكتشافها عند الطفل. بالفعل يعني الولاء كلمه عميقه جدا، فيها ابعاد كثيره. نعم. اكثر من مساله ان انا انتمي الى هذه الجهه وهذا المكان، فيها بعد كبير. لكن على امر المواطنه ومقرر المواطنه لوزاره التربيه والتعليم اكيد. نعم. ما قصرت في وضع هذا المنهج من خلال المناهج التدريسيه. لكن اليوم كلنا عارفين طريقه التدريس اللي غالبا ما تكون متعلقه اكثر بالحفظ. نعم. شلون انا اليوم مقرر المواطنه ذي شلون يرسخ عند الطفل، شلون دور خلينا نقول الاسره ايضا في تفعيل دور هذه المقرر بشكل تطبيقي يرسخ في أذهان الأطفال. جميل. محمد، احنا نعرف ان منهج المواطنة بدأ في البحرين تطبيقه من 2013. يعني سنوات طوال. طبعا وزارة التربية ما قصرت، جعلت لكل فئة عمرية محاورها اللي تختص بالمعلومة اللي لابد ان هذا الطالب يتعرف عليها. جزاهم الله ألف خير وما قصروا، لأن فعليا بذلوا جهد في هذا الأمر. لكن اليوم محمد، أنا عندي جيل جديد، جيل معتمد على الرقمنة مثلا. صحيح. معتمد على وسائل التواصل. معتمد على أنه هو يفكر بشكل مختلف، وهذه يعني للأمانة حقيقة ما نقدر ننكرها. صحيح. اليوم إحنا نحتاج إلى تطبيق ما تم تعليمه لهذا الطفل، لهذا التلميذ، إلى واقع يعيشه. اليوم أنا أحتاج إلى أن أعلم هذا الطفل أن الديمقراطية اللي أنت تعلمتها في كتاب المواطنة لابد أن يتم تطبيقها في المدرسة كمكان أول. مبادئ الحوار يا جماعة نحتاج له. نحتاج أن إحنا نستمع لهذا الطالب، ترى عنده الكثير من الأفكار. اليوم اجعله يعيش تجربته التعليمية، عنده الكثير مما يؤرق على فكرة، عنده الكثير من ما يعني يحتاج أن يضع له حلول. ليش أنا ما أعطيه الفرصة؟ تعال، حتى لو كنت بروحك أو كنت من خلال مجموعات، تعال عطني أفكارك للمشاكل اللي أنت مثلا تمر فيها. عطني حلول، ترى عندهم حلول رائعة. صحيح. لما احنا نعطيهم الفرصة صدقوني راح تبتهرون بالكم المعلوماتي والمعرفي اللي هو بيعطيك إياه. هم جيل مفكر أستاذة خولة، لكن يحتاجون إلى الفرصة.
اليوم أنا المواطنة الرقمية، شلون أنا ممكن أهيئ المواطن الإيجابي، المواطنة الإيجابية اللي عند هؤلاء، شلون أهيئها وأظهرها بشكلها المعتاد؟ عندك المواطنة الرقمية، اليوم عندك مبادئ تمشي عليها، من خلال هذه المبادئ اللي مرسومة فعلياً أنت تستطيع أن تجعل من هذه الطالب عند الحكمة، شلون أنا أستخدم ما سأقوله وما سأفعله في صالح وطني، لأن أنا أمثل وطني في النهاية. اليوم أنا ممكن أعطي التلاميذ فرصة كتبوا لي أغنية في حب الوطن، اجتمعوا أنت 1 2 10 اجتمعوا بأفكاركم، عندنا إبداع، كتبوا لي قصة في حب الوطن. تقدر أن أنت تخليهم يطبقون اللي تعلمونه على أرض الواقع، بيطلع لك جيل جميل يعي أن المواطنة الإيجابية هي ممكن تكون أساس لحياته. جميلة هذه الأفكار أستاذة خولة. طيب لو تكلمنا عن شلون يمكن للأهل يزرعون في عيالهم قيم التسامح والاحترام تجاه الآخرين كجزء من حب الوطن. الله، عاد هذه اللبنة الأولى عبير، يعني هذه الأساس. اليوم أنا كأب وكأم لابد أن أقول ما أفعل، هذه قاعدة في التربية. ما يصير أنا أقول حق أبنائي تعالوا سووا شغلة أنا ما قاعد أسويها، إنزين يبا أنت شلون تقول لنا شيء أنت ما تسويه؟ هذه أول سؤال أصلاً بيسألك. إنزين اليوم أنا لازم أبدأ بقيم صغيرة إلى أن أتدرج. أول القيم تعاملاتك أنت مع المحيطين حولك شلون صايرة؟ هل أنت تحترم الآخرين؟ هل أسلوبك في الحوار لطيف مقبول؟ هل أنت ما تهتم بجنس ولا لون ولا عرق ولا ديانة؟ هل أنت قاعد تقرب كل هالأمور بشكلها اللي يستحق؟ هل أنت قاعد تشوف جارك اللي حولك اللي يحتاج إلى مساعدة؟ هل قاعد تأخذ عيالك وتوديهم معاك وتطق على الباب جاري تحتاج شيء تبي شيء؟ أغراض أبنائك اللي عنده واللي ما قاعد يستفيد أصلاً منهم، هل قاعد تنصحه وتوجهه ان انت يا حبيبي يا ولدي يا حبيبتي يا بنتي هذه الاغراض ما تبينهم؟ ايش رايك نتبرع فيهم حق احد محتاج؟ ايش رايك نعطيهم احد يمكن يكون في حاجه لهم؟ ان شاء الله يبا كل هذه الامور تراويك منذ اللبنه الاولى ان ترى اهلي غير، ترى اهلي قاعدين يزرعون فيني حب الوطن بطريقه بسيطه انا ولا اشعرها، ولكن ممكن ان انا انصدم فيها او تكون امامي واقع لما احتاج اني انا اظهرها. لان الاطفال يتعلمون من ابائهم ويقلدونهم، يعني بطريقه لا اراديه ولا شعوريه. الطفل دائما محمد يقلد امه وابوه في كل تصرفاتهم فعلا. ويعني بالعكس الفكره جدا رائعه، اتمنى يعني الاولياء الامور يتعلمون من هذه النقطه اللي ذكرتيها استاذه خوله، يعني خاصة في المدارس والأمور. يعني النقطة اللي قلتيها جدا مهمة، أن الطفل يتعلم من أمه وأبوه دائما الأشياء سواء كانت إيجابية أو سلبية، وسواء بغى ولا ما بغى وعبير بالضبط هو يطبق ما يراه. نعم. بالضبط، فدائما احنا يعني ننصح اولياء الامور ان دائما السلوك الايجابي يتعلمه الطفل. نعم. الطفل دائما يلقط مثل ما نقول من امه وابوه، فجميل جدا ان احنا نعزز فيهم هذه الامور الايجابيه ونعلمهم اياها بطريقه مثل ما ذكرت ايجابيه وشعوريه او لا شعوريه. مثل ما قلت محمد، يعني الطفل دائما يقول ابوي يسوي كذي امي تسوي كذي، فانا اتعلم من امي فلا اتعلم من ابوي. فلا تقنعينا يا عبير بغير ذلك، وبعدين صح. ابنائنا نتاج لما نربيهم عليه ونتاج صح. تصرفاتنا بالضبط. للامانه اليوم لا تقولي لي انت عقب 10 سنين انا ما اريد ولدي طلع على من، ما اريد بنتي ليش هالام مختلفه، لا رجعي الى ماضيك معاه وبتعرفين انت شلون كنتي تتصرفين صحيح. شلون كنتي تتعاملين معه، فهو انعكاس لما تزرعينه صحيح. انت صحيح صحيح فعلا. في نفس الجانب استاذه خوله لو بنتكلم اليوم، واحده من الامور الاساسيه احنا يمكن الجيل السابق او على ما نقول جيل الطيبين كانوا دائما ما جزء من ان شاء الله تعايشهم. جيل الطيبين ان شاء الله نكون منهم احنا، دائما ما كانت هناك بعض العادات والتقاليد اللي موجوده. نعم. نسبيا اختفت في التطور العمراني اللي حدث. نعم. اختفت هذه العادات والتقاليد خاصة بين الجيران، بين خلينا نقول شلون راح نزرع الجانب العمل التطوعي، الترابط بين أفراد المجتمع في هذه الأطفال من يد ويديد، ونرجع نرجع لهم جزء من هذه القيم. محمد بكل بساطة خلنا نبتدي من أنفسنا. اليوم أنا إذا بوقف وبتحدني مثل هذه الأفكار اللي أنت ذكرتها وهي واقع موجودة،
اليوم أنا أحتاج إلى أن أغير هذا الواقع. شلون؟ أبتدي من نفسي. اليوم أنا ما أنتظر فلان وفلتان علشان هو يقول لي ترى خاولة أنت عندك الجانب ترى ضعيف، خاولة ترى أنت قوي عندك هذه الأمر لأنها شوية متخلخل عندك، أنت لازم تضبطين في مثل هذه الأمور لأنها متضعضعة. وايد يسألوني عن كلمة متضعضعة بسيمة. المهم متضعضعة بالبحرين فيها خلل يعني كذي هذه كلمة بحرينية بحتة. فاليوم أنا لازم أبدأ من نفسي، خاولة أنت عندك خلل في هذا الجانب، إذا حاولي تحلينه. شلون ممكن أحله؟ أبحث أشوف وين نقاط القوة وين نقاط الضعف، أنا وين ممكن أني أعزز هذا الجانب بحيث أن أنا بعد أقدر أحيا حياة جميلة، أنا أقدر أن يعني أكون عنصر فاعل في هذا المجتمع. يا أخي الوطن يعطيني الكثير، الوطن قاعد صحيح. يعني من أنا كنت في بطن أمي وهو يعطيني وهو يمنحني وهو يوفر لي، يعني شنو المطلوب مني أنا؟ يعني جزء بسيط، وإحنا قلنا في البداية هذه عبارة عن عقد كأنه بينك وبين الوطن. إذا أنا ما أبرز هذا الجانب بالشكل الصحيح اللي يحتاجه اليوم، إحنا محمد نطلع في وسائل تواصل متعددة. اليوم أنت مو بس تمثل نفسك صحيح. أنت بيسألون سيد، يعني يدشون علي في إحدى وسائل التواصل، أستاذ أنت من وين؟ أقول لهم هل مهم أن أنتم تعرفون أنا من وين؟ كثر ما مهم المادة اللي قاعد أقدمها لكم. اليوم كل واحد يبي يعرف أنت من وين صحيح. أنت قاعد تكلمني من أي ديرة، أنت صحيح. تمثل أي وطن نعم. فإذا هذه عنصر مهم أن أنت تقوي عندك هذا الجانب بما يرتضيه الضمير والأسس. كلامك جميل جدا للأمانة يعني أستاذة خولة، يعني كل شيء بحريني جميل للأمانة. يمكن هي تتكلم عن البحرين وأنا عيني تدمع، يعني ما أعرف ليش أنا أي شيء بحريني عزيز علي، أي شيء بحريني ينبع من القلب، حتى كلامك من القلب يوصل للقلب دايركت محمد بالأمانة. كلامك جميل أستاذة خولة، ما أدري إذا عندك سؤال حق أستاذة يعني خولة محمد. قبل ما أختم معاها أثني على كلامها لما تقول للمتابعين لما تكون هي في وسائل التواصل نعم. الاجتماعي أول ما يسألون فعلا أول سؤال من وين أنت؟ يمكن أنا عشت هذه التجربة في فترة سابقة قبل ما أعتزل اللعبة، يمكن تلاعب لما أكون برع البحرين في بعض الدول الثانية، إن كنت رايح أمثل المنتخب أو كنت بشكل شخصي يعني رايح لتجربة احتراف أو كذا بشكل، فدائما البحريني فأنت ما يذكرونك باسمك، يذكرونك بهويتك أنت من وين جاي، دائما يذكرونك البحريني راح البحرينية، فدائما ما ينادوننا بالبحريني. ففعلا يعني اليوم الفخر اللي احنا نمتلكه بهذه الهوية اللي هي تمثلنا ونمثلها إن شاء الله بأجمل تمثيل. شكرا لك، خير من يمثل على فكرة، يعني وجودكم وطلتكم الجميلة تميزكم، ترى أنتم مثال للفخر، أنتم قدوة، وأتمنى إن شاء الله أن كلنا يسعنا المجال لأن إحنا نمثل وطننا بالشكل الصحيح والسوي. الله يحفظكم بإذن واحد أحد. كل شكر لك، كل شكر لك، شكرا على حضورك معنا اليوم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بلا شك أن اللغة الإنجليزية تعد من أهم اللغات اللي تفتح أمام الأفراد أبواب التواصل العالمي، كما تسهم في تعزيز فرص التعليم والعمل في مختلف المجالات. ومن جانبها تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تنويع طرق التعلم من خلال أساليب مبتكرة ومسلية، مثل دمج الألعاب التفاعلية والأنشطة التعليمية، مما يساهم في تحفيز الطلاب على تعلم اللغة بطريقة ممتعة وفعالة. واليوم عندنا نموذج من نماذج كثيرة رفعوا نسب إتقان اللغة الإنجليزية مؤخرا من خلال استخدامهم للألعاب، خلنا نتعرف عليها في التقرير التالي وراجعين لكم. الأستاذة زهراء صالح مدن والأستاذة فاطمة السيد عبدالله الوداعي معلمتان للغة الإنجليزية في مدرسة سار الابتدائية للبنين، تمثلان نموذجاً يحتذى به في كيفية دمج التعلم باللعب والترفيه، مما يسهم في تحسين أداء الطلاب في اللغة الإنجليزية بشكل فعال وممتع. استطاعتا خلق بيئة تعليمية تشجع على التفاعل والمشاركة، مما يزيد من دافعية الطلاب للتعلم في فترة زمنية قصيرة مقارنة بالحصص التقليدية. وفي إطار تعزيز هذا التوجه، أشرفت الأستاذة زينب عبد الجليل شهاب على افتتاح نادي اللغة الإنجليزية في المدرسة، الذي أصبح وجهة مفضلة للطلاب لتعزيز مهاراتهم القرائية واكتساب مصطلحات جديدة من خلال قراءة القصص والمشاركة في ألعاب تعليمية ممتعة.
تعتبر اللغة الإنجليزية من أهم اللغات العالمية، حيث تفتح آفاقاً واسعة للتواصل والتفاعل مع ثقافات مختلفة، وتعزز مهارات اللغة الإنجليزية فرص التعليم والعمل، مما يجعلها ضرورية في عصر العولمة. كما أن افتتاح نادي اللغة الإنجليزية يعكس اهتمام المدرسة بتعزيز مهارات اللغة لدى الطلاب خارج الحصص الدراسية، مما يساهم في بناء ثقافة القراءة والاكتشاف. تظهر تجربة الطلاب كيف يمكن لأساليب التدريس المبتكرة أن تؤثر إيجاباً على شغفهم بالتعلم، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم اللغوية بطريقة ممتعة. يستحق هذا النوع من الأساليب التعليمية الدعم والتقدير، حيث يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بكفاءة وثقة. صراحة الطلاب في هذا الزمن محظوظين جدا لحصولهم على أساليب مبتكرة تساعدهم في فهم وإتقان اللغة الإنجليزية. وللحديث أكثر عن التعليم بالطرق والأساليب الجديدة ينضم معنا في الاستوديو الأستاذة زهراء صالح مدن والأستاذة فاطمة السيد عبد الله الوداعي. نصبح عليكم بالخير. صباح النور. يا هلا يا هلا مرحبا. سامحيني أنا منطلق لأن متحمس حق السؤال مع أستاذة زهراء. شلون جات هذه الفكرة في ابتكار هذه الألعاب وفي الطريقة التعليمية هذه؟ طبعا بداية نشكركم على هذه الاستضافة، إن شاء الله نقدر من خلالها نسلط الضوء على تطبيق استراتيجية التعلم باللعب في حصص اللغة الإنجليزية. طبعا شلون بدأت؟ احنا بدأنا من لما كنا في كلية بحرين للمعلمين، تعلمنا عن مختلف الاستراتيجيات، حاولنا نطبق استراتيجية التعلم باللعب داخل حصص المايكرو تيتشنج في الكلية، لما بعدين طلعنا إلى حصص التدريب الميداني في المدارس، ولين الحين احنا ما زلنا نستخدم استراتيجية التعلم باللعب. طبعا احنا نرتكز عليها كونها استراتيجية فاعلة، من خلالها نقدر نثير دافعية الطلاب، نحقق أهداف التعلم بصورة سريعة وسهلة ومحببة عند الطالب، ونحقق أهداف التعلم بصورة متقنة. طيب أستاذة فاطمة، شنو الألعاب اللي تستخدمونها في المحاضرات وشنو الألعاب اللي يحبوها الطلاب أكثر؟ طبعا إحنا كمعلمات لغة إنجليزية نحب نستخدم الألعاب التعليمية في المواقف التعليمية داخل الصفوف، ولأن اللغة الإنجليزية إذا second language إذا foreign language فساعات الطلاب يستصعبونها، ولذلك احنا نحب نستخدم الألعاب التعليمية تسهل عليهم العملية التعليمية وتخليهم يتعلمون اللغة بشكل سلس وبدون ضغط. فالألعاب التعليمية اللي ممكن نستخدمها داخل الصفوف عندنا مثلا rolling the dice، تدعم المهارات اللغوية المختلفة ونقدر نستخدمها بطرق مختلفة مثل توسيع المفردات اللغوية. عندنا لعبة snap وهي تدعم توسيع المفردات اللغوية لدى الطلاب. عندنا لعبة teacher versus class، وهذه اللعبة دائما الطلاب يحبون فيها، يحسون ان تخليهم يشعرون بالمسؤولية داخل الصف، لازم نركز، لازم نفوز على المعلمة لان هي نوع من المسابقة. They have to win against the teacher. وعندنا لعبة البازلز، البازلز نقدر نستخدمها باشكال مختلفة، طرق عديدة تدعم يعني تدعم المهارات اللغوية الكتابية، تبنيها من الحروف إلى أن نوصل للفقرات. وهذه الألعاب ممكن تكون بشكل فردي، بشكل جماعي، وممكن تكون إلكترونية حتى. وساعات الطلاب أصلاً في معظم الأحيان يجيبون لنا مبادرات، وهذا يظهر الشراكة المجتمعية. وإحنا حابين نشكر اليوم شكر لأولياء الأمور، أولياء أمور طلبة مدرسة سار الابتدائية، لأنهم دائماً يكونوا مبادرين في صنع هذه الألعاب لنا ودعم العملية التعليمية. يعني أولياء الأمور يصنعون الألعاب بعد؟ إيه، يعني دائماً نشوف والله الطالب تيشر اليوم أنا عندي هذه اللعبة أنا سويتها ويا الماما، خلنا نستخدمها اليوم في الدرس. فيجيبون الطلاب هم مبادراتهم داخل الصفوف ونستخدمها في الصفوف كذا. يعني تكون أكثر متعة لهم، يعني إن هم بروحهم من صنعهم ويتشاركون فيها مع أصدقائهم. جميل جدا استاذه زهراء. انا يعني سؤالي ذي يمسني شخصيا لان اتعامل مع فئات عمريه صغيره في التدريب. نعرف ان احيانا الالعاب اللعبه اللي انا اخليها حق مجموعه كبيره من الاطفال مو الكل يستصيغها، في اطفال يستمتعون وفي اطفال يتذمرون يتملل بسرعه من هذه اللعبه. شلون تقدرين توافقين ان الالعاب يعني تلائم الكل ويستمتعون فيها، وشن هي اكثر لعبه الاطفال يستمتعون فيها؟
والله يعتمد هو في الأساس على الهدف اللي أنا حاطتنا للحصة. يعني بعض الألعاب تكون بشكل ثنائي، بعضها تكون بشكل فردي، بعضها بشكل جماعي، يعتمد على الهدف والوضع بشكل عام داخل الحصة. طبعاً الطلاب، إحنا نتعامل مع طلاب أولاد في فئة عمرية صغيرة، فهم عندهم طبيعتهم الفطرية يحبون، يعني يتحمسون ويشاركون باللعب، يتعلمون باللعب، يحبون يكون في عندهم مسابقات بينهم بين بعض، يحبون تجميع النقاط في النهاية يوصلون إلى فائز مثلاً نهاية الحصة أو نهاية الفصل حتى. يعني يكون في مثل السباق، شنو يكون في تنوع هو يعني طبعاً، فيرضي جميع الأطراف. لا تحاتي يعني. في لعبة محددة يتفق عليها الأغلبية؟ أتوقع سباق المجموعات. سباق المجموعات، يعني أطفال وما شاء الله صبيان وفيها سباق، أكيد سباق. يتحمسون لها يعني. أتوقع السباق لأنه في جمع نقاط ولا في تحدي؟ جمع نقاط، وبعدين بعد ساعات يعني إحنا نتيح لهم الفرصة إنهم يختارون شنو يبون تكون جائزتهم. فغالبا تيتشر بتخلينا نطلع نلعب كرة برا في الساحة، هاي الجائزة الكبرى بالنسبة. جميل جميل. احنا اكيد بنواصل حديثنا معاكم، ولكن بننتقل الى اتصال هاتفي. نادي اللغه الانجليزيه كان له دور بارز في صقل مهارات الطلاب في اللغه الانجليزيه، وللحديث اكثر عن النادي في مدرسه سار الابتدائيه للبنين تنضم لنا عبر الهاتف الاستاذه زينب عبد الجليل شهاب، معلم اول اللغه الانجليزيه. يا هلا ومرحبا فيك استاذه زينب. اهلا وسهلا، السلام عليكم. صبحت الله بالخير استاذه زينب. خبرينا عن دور نادي اللغه الانجليزيه وشنو اهدافه، وهل هو مفتوح طوال اليوم للطلاب؟ يعطيكم الف عافيه بدايه، ونشكر لكم هذه الاستضافه. طبعا نشكركم بشكل خاص، ونشكر وزاره التربيه والتعليم على اهتمامهم بتسليط الضوء على احد أهم المرافق في أي مدرسة من المدارس، سواء كانت مدرسة حكومية أو مدرسة خاصة، وهو مرفق نادي اللغة الإنجليزية. طبعاً الدور الرئيسي والأساسي والهدف من نادي اللغة الإنجليزية في أي مدرسة هو تنمية مهارات الطلاب في مادة اللغة الإنجليزية، وصقل مواهبهم المختلفة في أي مجال، وكذلك احتضان الموهوبين والمتميزين في المادة. نعم. من مختلف المراحل. بالنسبة حق نادي اللغة الإنجليزية في مدرسة سار الابتدائية للبنين، له دور كبير أنه هو ملحق يتم فيه الاعتناء والتدريب لفئة كبيرة من الطلاب بمختلف المستويات. فإحنا عندنا برنامج خاص مثلاً للطلاب ذوي التحصيل المنخفض، وذلك بتقديم حصص تقوية إليهم طوال الأسبوع أثناء الفسحة المدرسية وقبل الطابور الصباحي، الفترة اللي قبل الطابور الصباحي. فإحنا ننفذ هذا البرنامج في نادي اللغة الإنجليزية. كذلك النادي يخدم فئة الطلاب المتفوقين والمتميزين والموهوبين في اللغة الإنجليزية، سواء كان في التحدث أو في الكتابة، في أي جانب يخدم أو يصب في المادة، عن طريق تعزيز رغبتهم الإبداعية في المشاركة في المسابقات، سواء المسابقات اللي نقيمها داخل المدرسة بشكل داخلي بين الصفوف أو بين الحلقات، أو مسابقات اللي تردنا من جهات خارجية، سواء كانت من مدارس منطقة أو مدارس متعاونة، مدارس البحرين بشكل مختلف، وكذلك المسابقات اللي تتوجه لنا من مركز رعاية الطلبة الموهوبين. فالنادي للأمانة يعتبر بيئة جدا مثالية تخدم هاي الطلاب. ف يعني احنا مركزين ان احنا نخدم اكبر شريحة يعني عندنا في الطلاب، سواء كان مستوى منخفض او مستوى يحتاج ان احنا نتبنى ونحتضنه ونرتقي فيه اكثر. جميل استاذة، لو بنتكلم عن يعني مع أنشطة النادي اللي ذكرتيها اليوم، هل هو ماخذ الجانب التعليمي فقط لتطوير اللغة الإنجليزية، أو هناك أهداف أبعد في تحديد مثل ما نقول المواهب؟ طبعاً مو بس جانب التعليمي، جوانب تعليمية وجوانب الشخصية، جوانب تطوير، يعني جوانب التطور الشخصي عند الطالب. جميل. مو فقط الجانب التعليمي. جميل. نعم، كل الشكر لك أستاذة زينب عبد الجليل شهاب، معلم أول لغة إنجليزية من مدرسة سار الابتدائية للبنين، شكرا جزيلا لك. نرجع لكم ضيوفنا في الاستوديو الأستاذة زهراء. طبعا المهارات أربعة: قراءة وكتابة وتحدث
واستماع. شنو أكثر شيء يحتاجه الطالب أكثر أو أكثر اهتمام للطلاب؟ طبعاً جميع المهارات مهمة وأساسية، وجميع المهارات تحتاج إلى اهتمام وتقييم مستمر، يعني علشان نوقف على مواقف الضعف والقوة فيها. ولكن بالنسبة لي أهم مهارة يعني الطالب يحتاج إنه يبذل جهد فيها ويهتم فيها هي مهارة الكتابة. مهارة الكتابة تحتاج إنه يكون الطالب عنده قاعدة قوية يبني عليها بعدين مهاراته المتطورة أكثر. يحتاج تكون عنده قاعدة من المفردات اللغوية، يحتاج يكون عنده إلمام بالقواعد النحوية، إلمام بالقواعد الإملائية، إلمام بقواعد الكتابة بشكل عام، علشان في النهاية يقدر ينتج لنا إنتاج كتابي متقن باللغة الإنجليزية. جميل. أستاذة فاطمة، لو بنتكلم عن التقييم اللي راح يبين لكم أنتم مدى تطور اللغة فعليا، شنو أدوات التقييم اللي تقيسون فيها هذه التطور؟ طبعا أدوات التقييم مختلفة، قدرنا نقيس تطور الطلاب من خلال نتائج الاختبارات طبعا أول شيء، ونتائج الاختبارات الوزارية الصف الثالث مثلا في المدرسة، وكذلك ملاحظتنا المستمرة داخل الصفوف لأداء الطلاب. فهذا التطور ما انعكس فقط في نتائج الاختبارات من فوج إلى فوج، ولكن حتى في مستوى التطور الشخصي لدى الطلاب. فإحنا اليوم نشوفهم مستعدين دائما وعندهم حماس يشاركون في المسابقات الداخلية والخارجية، سواء كانت يعني يفوزون يحرزون مراكز دائما في مسابقات خارجية على مستوى مدارس المملكة أو في مجتمعات التعلم في المنطقة التعليمية الأولى. فأحرزنا عدة مراكز للحمد لله هذا الفصل في مسابقات speaking, spelling bees ومسابقات vocabularies. طيب أستاذة فاطمة، دائما وزارة التربية والتعليم تحتضن الأفكار الجديدة التي تصب في مصلحة الطالب في النهاية، أخبرونا عن يعني احتضان وزارة التربية والتعليم ودورها في واهتمامها لهذه الفكرة. طبعا احنا حابين نشكر سعادة الوزير الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، لأن وزارة التربية والتعليم اليوم في البحرين واعية لأهمية التعليم الجيد علشان نوصل ونحقق رؤية البحرين 2030، خصوصا في اللغة الإنجليزية، لأنهم حابين نظهر بمخرجات تعليمية في اللغة الإنجليزية تنافس الدول الأخرى. ولذلك احنا كمعلمين لغة إنجليزية نحظى بدعم من وزارة التربية والتعليم على عدة منطلقات. عندنا دائما تمهيل لمعلمين اللغة الإنجليزية من خلال الورش اللي يقدمونها بالتعاون مع المركز الإقليمي للغة الإنجليزية، من خلال مجتمعات التعلم، وكذلك يقدمون دعم إعلامي من خلال حساب وزارة التربية والتعليم، ودعم مادي حتى في المخصصات اللي يقدمونها لنا في المدارس الحكومية لأقسام اللغة الإنجليزية. وكذلك قيادتنا في المدرسة أستاذة علياء الدوسري وأستاذة سعاد أحمد ومعلمنا الأول، نوجه لهم الشكر والتحية. أكيد أستاذة زهراء، اليوم يعني الـ Artificial Intelligence داخل بقوة في كل مجالات الحياة، وأنتم مبتكرين هذه الألعاب، شلون تشوفون مستقبل هذه التقنية اللي قاعد تستخدمونها وابتكرتوها، شلون ممكن تستفيدون منها من خلال الـ AI؟ طبعاً أكيد يعني بلا شك الطلاب الحين إحنا في هذا العصر، عصر التكنولوجيا، والطلاب ملمين أكثر بعض البرامج الإلكترونية أكثر منا إحنا، فإحنا ندمج التكنولوجيا بشكل يومي، يعني ندمجها في داخل الحصص الدراسية، إحنا نتعاون مع معلمات الحاسوب، نتعاون بعد مع الفريق الرقمي الطلابي في المدرسة، نأخذ منهم بعض المحتويات الرقمية نبرزها داخل حصصنا وخارج الحصص. فهاي التكنولوجيا والدعم بعد ما بيكون بهالسهولة لولا جهود وزارة التربية. يعني وزارة التربية وفرت حسابات إلكترونية لجميع المعلمين، لجميع الطلاب في وزارة التربية، وتعاملت مع شركات مثل شركة مايكروسوفت، فالموضوع يعني أسهل بالنسبة لنا للتطبيق، ولابد من أن احنا نطبقه يعني. أكيد طبعاً احنا شاكرين لكم حضوركم معنا اليوم، وشكراً على هذه الفكرة الرائعة دائماً اللي تصب في مصلحة الطالب. طبعاً اللغة الإنجليزية مثل ما ذكروا وهي لغة مهمة جداً. أكيد. وشكراً على جهودكم، وشكراً لوزارة التربية والتعليم على دعمها دائماً للأفكار الجديدة اللي تصب في مصلحة الطالب. شكراً على حضوركم معنا اليوم. شكراً جزيلاً لكم. مشاهدينا، الفنان البحريني دائما يبرز هويته وثقافته من خلال أعماله ومشاركاته الفنية. هو لا يعكس ثقافة بلده فحسب، بل يترك بصمة مميزة أينما يكون.
دائما الفنان يعبر عن تراثه وتقاليده مستخدما الألوان والأشكال ليعكس مشاعره وأحاسيسه المستوحاة من المجتمع. أعماله تمثل جسرا يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل. ضيفتنا اليوم متعددة في مدارس الفن، نتعرف عليها في التقرير التالي. نور سلطان هي فنانة تشكيلية متعددة المواهب، تعشق الفن منذ الصغر. كان لوالديها دور كبير في تشجيعها على اكتشاف موهبتها، حيث دعماها للدخول في هذا المجال منذ اكتشافها لموهبتها. بفضل هذا الدعم تمكنت نور من المشاركة في مسابقات فنية، مما ساعدها على تعزيز شغفها بالفن وتطوير مهاراتها. شغفها بالفن والألوان قادها إلى اختيار تخصص التصميم الداخلي، حيث حصلت على شهادة البكالوريوس في هذا المجال من إحدى الجامعات الخاصة من خلال دراستها، وتمكنت من دمج حبها للفن مع فهم عميق لتصميم المساحات، مما ساعدها على تطوير رؤيتها الفنية الفريدة. على الرغم من انقطاعها لفترة عن الرسم بسبب الدراسة وظروف الحياة، إلا أن حبها للفن لم يتلاشى، ففي عام 2017 عادت نور إلى عالم الفن بشغف متجدد، وبدأت في تطوير مهاراتها من خلال المشاركة في دورات فنية مع معلمين معروفين. هذا الالتزام والدعم الذي تلقته من عائلتها كان لهما تأثير كبير على مسيرتها الفنية، مما جعلها تبرز في المعارض الفنية وتحقق إنجازات ملحوظة. تواصل نور التعبير عن إبداعها من خلال أعمالها الفنية، حيث تستعد للمشاركة في المعارض المقبلة، مما يعكس شغفها وإصرارها على النجاح في عالم الفن. وقد حصلت على تجربة فريدة من نوعها من خلال تعاونها مع كاتبة بحرينية لرسم غلاف كتابها في سماء غيمة، الذي صدر عن دار البيان العربي في الشارقة الإمارات. كما شاركت نور في دورة نحت في مركز كربباد الثقافي، بالإضافة إلى دورات تدريبية أخرى، مما أتاح لها الفرصة لاستكشاف عالم الألوان الزيتية. وقد التحقت أيضاً بدورة الواقعية المفرطة بالألوان الزيتية ودورة البورتري بالفحم في جمعية الفن المعاصر، إلى جانب دورة الإكليريك في مركز صفية علي كانو. بالنسبة للمعارض، شاركت الفنانة نور في معرضين مع أكاديمية خليفة شويطر، أحدهما بعنوان نبض فرشة في مركز مايكرو آرت في مملكة البحرين عام 2024، وأيضاً في المعرض السنوي للأكاديمية بعنوان في المحترف في الجمعية العربية السعودية للفن والثقافة في الدمام، والذي سينتهي في 9 ديسمبر من هذا الشهر الجاري. ورجعنا لكم مشاهدينا مع فنانتنا التشكيلية نور سلطان. يا أهلا ومرحبا فيك. أهلا وسهلا. يا هلا نور. بداية يعني من اللوحات اللي موجودة فن جميل جدا. شكراً. يعني شكرا على هذا الإبداع والعطاء. لو تكلميني، متى حسيتي أن هذه الموهبة موجودة عندك، موهبة الرسم، وكنتي متوقعة أنك توصلين لهذه المستوى من الرسومات؟ أول شيء حابة أشكركم على الاستضافة بالبرنامج، وسعيدة جدا بتواجدي معاكم. موهبة الرسم كانت من صغري، تقريبا المرحلة الابتدائية، لأن والدتي أصلا عندها ميول فنية. جميل. فكنت أشوفها وأقلدها، يعني أتشجع. أمي كانت ما شاء الله ميك اب آرتس الله يرحمها، وكانت تنقش لنا في دفاتر المدرسة، فكنت يعني أنبهر بالجمال النقوش اللي تسويها، فهاي الشيء شجعني إني أستمر في تقليدها. والشيء الثاني بعد إن أمي وأبوي دائما كانوا يشجعونا ويسجلونا في أنشطة صيفية فنية مثل مركز سلمان الثقافي وغيرهم المراكز،
هاي الشيء بعد ساهم اني اتطور في الفن. جميل عبير، يعني قبل شوي كنا نتكلم يعني ان الاب والام مرآة الطفل. صحيح. يعكسون، فيعني تمثل تجسيد لهذه النقاش اللي كنا قبل قليل فيه، انه فعلا تاثير الاباء والامهات على ابنائهم شلون ممكن ينعكس بشكل ايجابي. يعني الله يرحم الوالده، ويعني تركت الاثر الصالح مثل ما نقول. اثر جميل اكيد. نور، طيب اللي عرفته انك درستي تصميم داخلي، هل الميول الفنيه ساعدتك في اختيار هذا التخصص؟ اي طبعا كثير، خصوصا في المواد اللي تتطلب الرسم اليدوي. مثل اول سنين كنا نرسم الخرائط باليد وبالمساطر، فكانوا الدكاتره يشهدون اني عندي دقة عالية في رسم الخطوط، فهاي الشيء وايد ساعدني يعني. حلو. جميل. لاحظت في تنوع في الألوان عندك، يعني من خلال التقرير وأيضا من خلال اللوحات اللي نشوفها في الاستديو، في اختلاف في نوعية الألوان، شنو أكثر الأنواع اللي تحبين تستخدمينها في التلوين؟ في بداياتي كنت أستخدم الخشب. نعم. بعدين الماركرز، شوي شوي دشيت عالم الألوان الزيتية اللي خلاص أحسني فيه من خلال دورتي مع الأستاذ شهرام سلطاني، وهو اللي علمني أساسيات مزج الألوان، تأسيس اللوحة للألوان الزيتية، وخلاص بديت أستمر في اشتراكي في الدورات في الزيتي فقط. فأشوف روحي خلاص يعني وقفت في الزيتي الحين. طيب نور، دائما الفنان البحريني لما يرسم شيء عن البحرين، منظر من مناظر البحرين، يلا شعور غريب، شنو إحساسك وانت ترسمين أي منظر من مناظر البحرين؟ أنا طبعاً من محبين وعشاق المباني القديمة والتراثية، يعني مثلاً لوحة مسجد الخميس استمتعت جداً برسمها، كنت في دورة في مركز صفية كانو، كانت دورة أكريليك، فكنت وايد يعني مستمتعة وأنا أرسمها، وبديت أرسم بعد لوحة باب البحرين، حالياً هي مو مكتملة، وفي إن شاء الله مقررة لوحات قادمة عن المرأة البحرينية. جميل. الزي الشعبي. حلو. خاطري أرسم ثوب النشل والذهب وهاي الأشياء. جميل عبير، يعني وهي تتكلم عن لوحة مسجد الخميس، يعني في الوهلة الأولى أشوفها خاصة مع الفريم أعتقد أن هي صورة فوتوغرافي بكاميرا ماخذينها، مو رسمة مرسومة باليد من خلال الألوان. تفاصيلها جميلة جدا، خاصة الألوان الطبيعية اللي هي مستخدمتها. هذه الألوان هي الألوان زيتية صح؟ لا، هاي الأكريليك. أكريليك. جميلة جدا. لاحظ التفاصيل أقرب إلى الواقع. فعلا فعلا، يعني مثل ما ذكرت اللي يشوفها يقول صورة. صورة صورة مأخوذة بكاميرا تبارك الرحمن، جميلة جدا. شكرا. اليوم لك مشاركة في معرض الدمام، لو تحدثيني عن هذه المشاركة، اللي أكيد إحنا كل ما نشارك في أي أمر محلي نمثل في وطننا قبل أنفسنا من خلال إنجازاتنا، فلما نشارك في معارض خارج البلاد أكيد إحنا واجهة الأولى لوطننا البحرين اللي نفخر في تمثيله خير تمثيل. حدثيني عن هذه المشاركة في معرض الدمام. كنت جدا سعيدة وفخورة أني قدرت يعني كفنانة بحرينية قدرت أنقل فني أو لوحتي للخارج. طبعا شاركت في لوحة سميتها نسمة هوا، ما أدري إذا موجودة في اللي هي مرأة وفي يدها الطير والخلفية الشمعة والغرفة الظلام. هاي اللوحة سميتها نسمة هوا، اللي كأنه يعني مهما يمر الإنسان من اكتئاب وضغوطات في الحياة، لما فتحت الشباك نسمة الهواء أعطتها تجديد، والطير دائما يرمز حق الحرية التحرر النفسي. فهاي كانت فكرة اللوحة. مع أني ما شفت اللوحة بس تخيلتها للأمانة، عشناها معك بالضبط، يعني تخيلت تفاصيلها وياك. نبي نتكلم عن اللوحات اللي موجودة معنا في الاستوديو، أنا وايد لفتت نظري هذه اللوحة اللي وراك محمد للأمانة. جميل. لو تكلمينا عنها أكثر، هذه الشخصية اللي احنا عشنا معاها ايام الطفولة. أيام للأمانة الطفولة. كلمينا يعني عن الحالة اللي خليتك ترسمين هذه اللوحة. لوحة رولكس هي اصلا طلب حق كاستمر صاحب محلات ماجستي ديلر في مجمع يتيم، هو عطاني يعني صورة اللوحة حق فنان فرنسي،
بس الفرق بيني وبين الفنان هو رسمها بالسبراي اللي في ممكن في يومين ثلاثه ممكن يكملها، بس انا رسمتها بالزيتي. يعني واجهت صعوبات، هذه الحين جهد كبير، جهد كبير اي، وصعوبات خصوصا ان اللوحه كانت بيضة تماما، فانا لازم ابينها ان هي كانها محروقه شوي، والخطوط كانت شوي دقيقه، عت عليها اكثر من مره اكثر من طبقه، فيعني واجهت حتى يعني انا لما قالت بيضة تماما يعني في بالي راسمه على الخشب، فيعني صحيح لا مبين، انا بعد فكرت ان هي خشب يعني، اي يعني فكانت اللوحه بيضه صح، خشب ابيض تماما، فانا ابين انه هو محروق، سويته بالبني وقعدت ارسم هاي التفاصيل الموجودة. الخشب عرفتي، واجهت شويه من اللوحات الجميله جدا، تفاصيلها حلوه وايد نور للأمان، يعني فيها دقة في التفاصيل، يعني حتى ذكرنا من شوية اللوحة اللي لوحة مسيد الخميس، حتى اللوحة اللي موجودة اللي فيها العصفور اللي تحت، التفاصيل والدقة جميلة جدا اللي أنت ترسمينها للأمانة. إيش كذا تأخذ منك اللوحة نور في الرسم؟ يعني لو تكلمنا عن اللوحات الموجودة في الاستوديو، كل لوحة إيش كثر خذت منك وقت؟ أحيانا تأخذ مني شهر وشوي، لأني مثل ما ذكرت من قبل أحب الدقة، أحب الخطوط تكون سيدة، أحب يعني أحب الدقة، فيعني أتأخر شوي، أكون بطيئة شوي فيه. فمثلاً هاي اللوحة الرولكس أخذت فيها شهر وشوي، يمكن شهر وشوي. إيه مسجد الخميس مثلاً أسبوع ونص كذي، 10 أيام يعني، على حسب بعد الوقت والمجال اللي احصله وعلى حسب تفاصيل كل لوحه. اي صح طبعا، اكيد تبارك الرحمن. لو بنستعرض اللوحات اللي عندك هني الصغيره هذه، تحدثينا عنها شويه. هذه طبعا لوحات صغيره اسميها سكتشات، كانت تدريبيه، مجرد كنت اتدرب، ومعظمها بالوان الخشب والماركرز. هاي مثلا كلها ماركرز، الكوبيك ماركر. و يعني كلها لوحات انها كانت تدريبيه على ال 3D، على الخطوط مثلا، على شلون اطلع الظل والنور. جميل. فيعني مجرد كانت تدريبيه يعني تفاصيلها عبير، تعطي اقرب بعضها الى الواقع، وكانها صحيح. كانها صور مصوره فعلا. تفاصيل جميله ودقه كبيره في رسم ومزج هذه الالوان. جويستيك البلاي ستيشن يعني مو من جمهور البلاي ستيشن يعني، بس واضح انه يعني دقه الرسم فيها تعطي قريب الى الواقع صحيح. طيب نور، عندك تعاون مع احدى الكاتبات من دوله الامارات لرسم غلاف كتاب اعتقد، كلمينا عن هذا التعاون. تعاونت مع كاتبه بحرينيه في كتابها في سمائي غيمة، بس دار النشر هي في الإمارات في الشارجة. كانت تجربة ممتعة، لأن الفنان عادة يعني يقدر يحول الكلام إلى إبداع في لوحة صحيح يعني. وفي عندي بعد تعاون ثاني مع كاتب إماراتي، دار البيان للنشر في الشارجة، فالحين قاعدة أبدي يعني أتعاون مع هاي دار النشر. بس تحويل الأحداث إلى رسومات كان سهل نور، ولا يعتمد على سهولة أو صعوبة الأحداث أو سرد الأحداث؟ بالنسبة لي ما كان صعب، لأن أنا واسعة الخيال شوي، فيعني كنت أتخيل الكلام اللي تقوله وأرسم لها سكتش وتشوفه، في أي تعديل نعدله كمان. جميل. طيب هذه المسألة، مسألة الرسم على روايات أو كتب للكتاب، مسألة تضيف للفنان أو الفنان يضيف للرواية أو الكتاب من خلالها لما يرسم غلاف هذا الكتاب، من اللي يتفضل على الثاني؟ خلينا نقول اثنين إضافة حق بعض، أحس يعني إضافة من الفنان للرواية، إضافة له وهو إضافة لها. جميل. لو بتكلم عن اليوم دخول مره ثانيه الاي اي في 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 الرسم، خاصه مع اليوم سهوله وصول الناس لمخرجات، مجرد ما يكتب في محرك البحث شنو يحتاج،
الارتفيشال انتليجنس راح يعطي الرسمه اللي يبيها بتنوع بافكار بتفاصيل بدقه بكل ذي الامور. دخول هذه الذكاء الاصطناعي اليوم يأثر عليكم انتم كفنانين، يطلع بجودة افضل، ياخذ السوق عنكم، يسهل على اللي مو رسام انه هو ينافس الرسامين باستخدام هذه التقنيات ويبرز نفسه كرسام، ولا هي إضافة لكم؟ انا بالنسبة لي انه ما في اي منافس حق الرسم البشري، يعني خلينا نقول الرسم البشري غير، يكون من خيال الفنان، من دقة الفنان وتأثيره على اللوح، عكس لما أنت بتدخل مجرد بيانات وكلام وبيرسم اللوحة بكل سهولة. يعني بالنسبة لي ما في أي منافس بين الفن البشري والفن الإلكتروني. طيب نور، وين تشوفين روحك في السنوات القادمة؟ أطمح أني أكون أكثر احترافية. جميل. وممكن أكون فنانة مشهورة أكثر إن شاء الله، وأسوي دورات تدريبية أو ورشات خصوصا للأطفال مثلا. جميل جدا. طبعا كل الشكر لك نور سلطان، طبعا أثريتي هذه الحلقة بالفن الجميل اللي قدمته، اللوحات الجميلة الموجودة معنا في الاستوديو. شكرا على حضورك معنا اليوم نور، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم يوم الأحد من الساعة 10 إلى الساعة 11. طبعا استمتعنا معاكم اليوم، راح نلاقيكم يوم الأحد بإذن الله تعالى، وهابي ويكند.